قطاع الطرق والكباري قطاع كبير بنتحدث عنه دائما في انه شريان دائما جديد للتنميه الاقتصاديه وللحياه بشكل عام، خاصه في توقيت مهم بتشهده مصر من تطورات في مجالات كثيره. قبل الفاصل قلت لحضراتكم طبعا لازم يكون في استفاده مما سبق، ازاي يكون في مشاكل عشناها بسبب ازدحام او بسبب عقبات كانت موجوده في الطرق يوم زي اليوم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده في شوارع رئيسيه معينه في مصر طالتها الامطار، ازاي كل ده هيتم تخطيه في المشروعات الجديده وهتكون يعني تنميه شامله لهذا القطاع الحيوي. برحب بضيوفنا اللي هيتكلموا معايا في هذا المجال، الدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور الدولي، اهلا بحضرتك يا دكتور، والاستاذ محمد شتا خبير الطرق والسلامه المروريه، اهلا بحضرتك استاذ محمد. اهلا بسادة المشاهدين، اهلا بيك. انا هبدا مع حضرتك يا دكتور، والطرق اللي بيتم تنفيذها في اطار المشروع القومي اللي بيجرى انشائها وفقا لمعايير دوليه حديثه متقدمه مختلفه، ازاي ممكن تفيدنا في ان احنا ما نعيش فترات يعني ممكن تكون فيها مشاكل بيئيه تغيرات مناخيه زي النهارده تكون صعبه، لانه اكيد في استفاده مما سبق ومن اي مشاكل ماضيه. بمناسبه بقى الامطار، انا عايز اؤكد ان كل الطرق الجديده تم عمل دراسات سيول وامطار عليها بالكامل. كويس. يعني كان زمان بنسمع ان احيانا طريق بيتقطع او جزء منه مثلا بيشيله السيل. النهارده تم عمل الدراسات دي هيدرولوجيه ودراسات جيولوجيه ودراسات ليها علاقه بمسارات سيول الامطار وخاصه على الطرق السريعه المهمه واللي بتقع بين جبال بالذات تحديدا، وبيتم عمل معالجات ليها سواء كانت يعني عبارات خرسانيه او بيسموها ايرش كروسنج او مجموعه كبيره جدا من الاعمال المختلفه اللي بتضمن تماما ان الطريق يظل بحاله جيده وسليمه طوال فترات الامطار وما بيحصلش فيه تجمعات لمياه الامطار بشكل ما او باخر. وده حقيقه كان توجيه من رئاسه الوزراء وكان توجيه ايضا من رئاسه الجمهوريه بضروره استكمال كافه الدراسات اللي موجوده على الشبكه القوميه بما تستلزمه هذه الشبكه من دراسات مطلوبه. طبعا احنا بالاضافه للموضوع قطع طرق، هو كمان السيول كمان كانت بتعمل حوادث وكانت بتعمل مشاكل، فبالتالي لما نشوف القراءات اللي موجوده على الطرق الجديده واخر احصائيه لمجلس الوزراء انخفضت الحوادث فيها بنسبه 24%، انخفضت المتوفين حوالي 19% والمصابين حوالي 18%. ده معناه ايه؟ معناها انه ان احنا عندنا معايير السلامه والامان بقت افضل، معناها انه انخفاض الوفيات وانخفاض المصابين، ان الخدمات اللي على الطريق حتى لو حصلت حادثه لا قدر الله بقت بشكل ما او باخر افضل. وبرضو عايز اقول بقى في المقابل خبر سعيد، اوضح بس حضرتك تقصد افضل في انه ما تبقاش وقعها ضخمه او الارقام اللي بنسمعها من الضحايا، ربنا يحفظ طريق الجميع، كبيره يعني زي ما بنسمع. ده ادى لايه بقى؟ اخر خبر كويس جدا، من 3 ايام صدر عن مؤتمر ديفوز اللي هي مؤشرات الطرق العالميه، بنتكلم على مؤشر خدمه الطرق المصريه. تمام. كان سنه 2017 كنا في المرتبه 74، 2018 كنا حاجه و50، 2019 بقينا في المرتبه رقم 28 على العالم. مؤشر خدمه الطرق المصريه في المرتبه رقم 28 في العالم، وده طبعا بيسهل للمستثمر بشكل ما او باخر ان هو ان هذا القطاع تقدم كثيرا جدا في مصر، بحيث انه اصبح من القطاعات المؤهله للمستثمر انه يجي لمصر. صحيح، نقطه مهمه جدا هكملها مع حضرتك استاذ محمد، طرق جديده على شكل عالمي مختلف اكيد بتبقى واحده وراء تقدم مصر في تصنيف جوده الطرق على مستوى العالم زي ما قال دلوقتي الدكتور، ممكن نشرح للمواطنين الجزء كمان الهام بيهم وبحياتهم وبيومهم، ازاي التقدم ده في الطرق مفيد ليهم، ازاي هينفعهم عن الماضي عما سبق عما عشناه. تمام. هو الموضوع بسيط جدا وسهل جدا. اول حاجه اي مستثمر محلي او اجنبي اهم حاجه علشان يروح يستثمر في اي بلد محتاج شبكه طرق، لسبب بسيط جدا ان هو اول حاجه عايز يفتح مصنع في مكان معين، عايز بعد كده يودي البضاعه بتاعته سواء للسوق الداخلي، يعني لو هو عايز يصنع حاجه ويبيعها في مصر لازم يوديها المحافظات المختلفه، فلازم تبقى الطرق سهله ما بين المحافظات. ده رقم واحد. المستثمرين الاجانب اللي جايين علشان يصدروا المنتج بتاعهم بعد كده لخارج مصر محتاج طبعا برضو سهوله في الطرق، ان من المصنع بتاعه للمينا على سبيل المثال. الحاجه الاهم من كده كمان ان الموظفين بتوعي والعمال بتوعي هجيبهم ازاي؟ هل الطرق امنه ولا مش امنه؟ هل الطرق سريعه ولا مش سريعه؟ لسبب ان انا لو انا في حته الطرق بتاعتها وحشه والعمال بتوعي محتاجين ساعتين او 3 ساعات الصبح عشان يجوا الشغل، هيجوا
هينتجوا الانتاجيه بتاعتهم هتبقى ضعيفه جدا. فهي دورة متكاملة بصراحة يعني. وعلى فكرة كل الدول الأخرى اللي احنا شفناها قبل كده وعلى رسوم طبعا ألمانيا اللي طور ألمانيا التطور الكبير ده من ساعة الحرب العالمية. شبكة الطرق الموجودة عندهم وهي تعتبر من أحسن شبكات الطرق اللي على مستوى أوروبا، مش بس الألمانية بس ولكن معظم الدول الأوروبية، عشان ألمانيا في وسط أوروبا بتستخدم الطرق الألمانية كطرق ترانزيت علشان يوصلوا البضاعة بتاعتهم من شمال أوروبا الى جنوب اوروبا. فدي نقطه مهمه جدا. انا اصلا بقى عشان اجيب المستثمر الاجنبي ده اصلا يجي يوافق ان هو يستثمر في مصر، اول حاجه اي مستثمر اجنبي بيروح يبص على كذا حاجه، بيشوف اول حاجه الجو في البلد دي عامل ازاي، التلوث بتاعه عامل ازاي، هل لما يجيب عيلته ولاده ومراته هينبسطوا ولا لا، هل الطرق اللي هتودي ولاده بعد كده للمدرسه امنه ولا مش امنه. دي حاجات بسيطه جدا احنا يمكن ما بنركزش فيها، بس دي حاجات اساسيه بالنسبه لاي مستثمر اجنبي. تاني حاجه، اهم حاجه بقى حضرتك المستثمر الاجنبي يبص عليها هي السلام على الطرق. طب انا السلام على الطرق دي هعملها ازاي لو الطرق بتاعتي مش في حاجه اسمها بيسموها forgiving roads و non forgiving roads. forgiving roads اللي هي الطرق اللي بتسامح ما بين قوسين يعني. يعني لما تحصل حادثه على الطريق مثلا، على سبيل المثال لو في ما فيش فاصل مثلا ما بين الطريق وجنب الطريق، لو في شجر على طول العربيه لما تخبط في الشجره دي حتى هتعمل اصابات بالغه يعني، دي يسموها نون فورجيفنج رودز. ففي كودز معينه وفي مواصفات معينه. طبعا كل الطرق الجديده اللي اتعملت في مصر طبعا مطابقه الى حد كبير للمواصفات العالميه، وده طبعا مؤشر مهم جدا. ولكن في نقطه مهمه جدا يمكن ناس كتيره ما بتاخدش بالها منها. طبعا احنا النهارده شفنا ان في المطره الكتيره طبعا عملت لنا بعض المشاكل، ولكن في مشكله ثانيه مرتبطه بيها هي التنقل الفردي. يعني طبعا زي ما حضرتك اكيد وزي ما انتم وريته للمشاهدين في اذاعته في الفتره اللي فاتت، طبعا شبكه الطرق للمواصلات العامه سواء مترو او اتوبيسات واتوبيسات كهرباء كمان طبعا حصل فيها تطور كبير جدا. ولكن النقطه الاساسيه هي التنقل الفردي. احنا عمالين بنعمل عاصمه جديده، بنعمل مدن جديده، اهم حاجه علشان اقدر اودي العمال والمهندسين والناس كمان تنتقل هناك لازم التنقل الفردي في مصر يكون سعره مناسب وسعره رخيص. ناس كتيره جدا حضرتك اكيد تعرفي ناس كتير يقولك انا اروح دبي او اروح اي مدينه تانية حتى لو ما بيوفرش حاجه في دبي، بس يقول لك على الاقل اركب عربيه بدل ما بركب بثمن عربيه فيرنا هناك بروح اركب هناك مرسيدس على سبيل المثال. فالتنقل الفردي دي عندنا مشكله رهيبه جدا. حضرتك طبعا يمكن متابع برضو ان سوق العربيات بشكل عام منكمش في مصر بالذات من ساعه حمله التوائر بتاعت خليه تصدي. ولكن غير كده احنا اصلا سوق منكمش من زمان قوي، من على مدار ال 20 30 سنه اللي فاتوا، من ساعه ما ابتدينا ان احنا نعمل حمايه لمصانع الشركات العربيه للانتاج المحلي، فابتدينا نحط جمارك عاليه جدا للعربيات، وبالتالي العربيه اللي المفروض قيمتها 300,000 جنيه بتتباع ب 500,000 جنيه. تمام. دي نقطه مهمه جدا علشان اقدر ان انا انقل الناس للمدن الجديده والناس تقدر تتنقل بسهوله، لازم ان انا افتح الجمارك بحيث ان انا اكون زي الدول زي لبنان زي الدول الخليجيه، ان انا اقدر استورد عربيات عمرها 5 سنين مستعمله. هو ده اللي هيخلي كمان التنقل رخيص جدا، وكمان تنقل الافراد مع الميكروباصات والحاجات دي هيبقى ارخص بكتير. دكتور عماد، ازاي الحركه الداخليه سواء للتجاره او لحركه المواطنين هيتم تسهيلها من خلال المشروعات الجديده؟ طيب هو طبعا انا بس ليا تعقيب صغير على الاخر بس بعدين، لكن هنبدا الاول نقول الاول. طيب هو الفكره كلها ان الدوله بتشجع التنقل الجماعي اللي هو البابليك ترانزيت، ان احنا يعني هتسمع حضرتك مؤخرا على الترومواي بتاع اسكندريه، بتسمعي على المونوريل، بتسمعي على الاتوبيس ابو دورين انسون. الفكره كلها انك انت ازاي تنقل المواطنين وخاصه العاملين في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. مثلا السنة اللي جاية مش هينفع طبعا السيارات الخاصة، ولكن لازم يبقى في وسائل نقل جماعي عشان المسافات الطويلة. فده بيكمل ده، والدول الأوروبية بتعمل انتجريتد ترانسبورتيشن سيستم، انك بتلاقي محطة القطر جنب محطة الأتوبيس جنب محطة كذا، بحيث انك انت ما تحتاجش تركب عربية. بالنسبة لشبكة الطرق الجديدة، شبكة الطرق الجديدة النهاردة أتاحت الفرصة بما يلي: حجم المنقولات بدل ارتفعت من الامكانيه او السعه او القدره من 84,000 طن في اليوم الى 260,000 طن في اليوم، وده مؤشر اقتصادي مهم جدا بيتيح الفرصه الى النقل البري ان هو يمارس دوره. بنتكلم على ايضا زياده في نسبه البضائع بنسبه 27%،
بنتكلم على إمكانية زيادة نسبة نقل الركاب من خلال الطرق مش من خلال السكك الحديدية بنسبة 33%. النهاردة في إمكانية لخلق مجتمعات عمرانية موجودة اوريدي بالفعل، لما بنتكلم على إسماعيلية الجديدة، بورسعيد الجديدة، حاجات كتير جدا من المدن الجاسو هاجي الجديدة، الحاجات دي كلها، كل الكلام ده النهاردة المدن الجديدة اللي أنشئت بعد ما المشروع القومي للطرق أنشئ تقدر تستوعب الى الان 30 مليون نسمه. احنا بنتكلم دلوقتي وفي 30 مليون نسمه يقدروا يسكنوا في هذه المدن. بنتكلم على توفير، ده مؤشر اقتصادي مهم جدا، حوالي من 23 ل 27% من زمن الرحلات على الطرق على اختلاف الاماكن اورجن ديستنيشن يعني. والوفر في الوقت مهم لانه في الاخر الوقت بيساوي قيمه ماليه. النهارده حضرتك وده بقى بيوفر في جيب المواطن. يعني النهارده الوقت بيوفر وقود، بيوفر زيوت، تكاليف تشغيل سياره واعصاب تلوث واعصاب لان الزحمه طبعا عندنا دي مشكله يعني. اخيرا استاذ محمد، يعني كلمه اختتم بيها مع حضرتك هذا الحوار عن اهميه المشروعات القوميه للطرق. هو طبعا اي دوله عايزه تنمي الاقتصاد بتاعها محتاجه طبعا شبكه طرق على احدث المواصفات. بختلف يعني، انا مش مختلف مع وجهه نظر الاستاذ عماد في حته ان احنا لازم نركز برضو على النقل العام، ولكن النقل الجماعي اهميته زي بالظبط النقل الانديفيديوال موبيليتي او التنقل الفردي، يعني لسبب ان احنا لسه ما وصلناش لمرحله التشبع التام للمواطنين المصريين في ركوب العربيات الخاصه زي مثلا ما هو الحال في اوروبا. يعني انا اهم حاجه عندي عشان اوصل لمعدلات سلام على الطرق زي اللي موجوده في اوروبا بالظبط، انا محتاج ان العربيات والميكروباصات والعربيات النقل والاتوبيسات كلها يبقى فيها نفس مواصفات الامان العالميه زي اللي موجوده بالظبط في اوروبا بالظبط. لسبب ان طول ما انا عندي نسبه مرتفعه او نسبه الحوادث على الطرق ونسبه القتلى مقارنه بعدد العربيات او عدد المواطنين مرتفع الى حد كبير، ده كل ده هيخلي مستثمرين اجانب يعني يجذبهم المناخ العام بالظبط، ده اللي هيخليهم يجذبهم يعني. شكرا جزيلا استاذ محمد شتا خبير الطرق والسلامه المروريه. شكرا لحضرتك. شكرا. دكتور عماد نبيل استشاري الطرق والمرور الدولي، شكرا يا دكتور على وجود حضرتك. شكرا بس معنا. احنا محتاجين بعد كده وقت اطول النهارده، كان عندنا عندكم احداث واحنا متفائلين يعني احداث على المستوى المحلي والعالمي الحقيقه، فاخذت شويه من وقت حضراتكم. ان شاء الله نلتقي مره ثانيه ويبقى عندنا مساحه اوسع للحديث عن مشروعات الطرق. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعه، وتصبحوا على خير.